السلام عليكم مشاهدينا، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث. هذه الحلقة نخصصها للحديث عن آثار وتداعيات زرع الألغام من قبل الميليشيا الحوثية في مناطق الحرب، وأيضا نتحدث عن دور المنظمات الأممية ومنظمات المجتمع الدولي في الحد من ذلك. أعلن المركز الوطني لنزع الألغام تسجيل نحو 750 حالة وفاة بسبب الألغام وإصابة أكثر من 1700 آخرين، جميعهم من المدنيين في المدن المحررة. وأكد المدير التنفيذي للمركز أمين العقيلي أكد أن ميليشيا الحوثي الإنقلابية أقدمت على زراعة الألغام في جميع المحافظات والمناطق التي وصلت إليها، وأكد أن المركز تمكن من نزع أكثر من 10300 لغم وقذيفة في المناطق المحررة، لافتا إلى أن كميات الألغام التي لا تزال تحت الأرض تقدر بأكثر من مليون لغم وعبوة ناسفة. نتوقف عند هذا الحدث لنناقش في محورين: آثار وتداعيات استمرار الميليشيا في زراعة الألغام، ودور منظمات الأمم المتحدة في منع الميليشيا من التوسع في زراعة الألغام. نتابع هذا التقرير ومن ثم نبدأ النقاش. الألغام الفصل الأكثر مأساوية في قصة الحرب الطويلة باليمن. أكثر من 310 ألف لغم زرعتها ميليشيا الحوثي الإنقلابية وتم انتشالها حتى الآن، فيما تشير تقديرات الجهات الرسمية المختصة إلى وجود ما يربو على مليون لغم وعبوة ناسفة لا تزال مزروعة حتى الآن وتهدد بحصد المئة من الأرواح. هذا ما أكده المدير التنفيذي للبرنامج الوطني لنزع الألغام العميد الركن أمين العقيلي، الذي أوضح أيضا أن فرق نزع الألغام التابعة للمركز والبالغ عددها 32 فريقا تعمل في 9 محافظات وتسابق الزمن للحد من زيادة عدد الضحايا المدنيين ولتمكين مئات آلاف النازحين من العودة إلى مناطقهم، خصوصا في الدريهم والخوخة بمحافظة الحديدة وموزع الوازعية في تعز وكهبوب وكرش في لحج والغيل في محافظة الجوف. بالنسبة لأنواع الألغام التي زرعت في اليمن، زرعت ألغام المضادة للأفراد وبأنواع مختلفة. أنواع الألغام منها الألغام البيم دال المضادة للآليات والمدرعات، سواء كان من جزء منها قليل روسي وجزء منها مصنع محلي، وألغام المضادة للأفراد. عدد الضحايا في ازدياد بسبب هذه الألغام والعبوات الناسفة والمقذوفات. فخلال العام الماضي 2017 سجل المركز الوطني لنزع الألغام نحو 750 حالة وفاة بسبب الألغام، جميعها من المدنيين وبينهم أطفال ونساء وكبار سن، إضافة إلى إصابة أكثر من 1700 مدنيا معظمهم يعانون من إعاقة دائمة بسبب هذه الألغام. زرعت الميليشيا الألغام في معظم المحافظات والمناطق التي شهدت وتشهد معارك مسلحة، وتصدرت مأرب والجوف لائحة المحافظات المنكوبة بهذه الألغام، فيما امتد تأثير هذا القاتل الصامت إلى الجزر المأهولة وغير المأهولة كجزيرة ميون، التي انتزعت فرق الألغام 16 ألف لغم زرعتها الميليشيا في الجزيرة. أنواع متعددة من الألغام التي استخدمتها وتستخدمها الميليشيا، وتشمل ألغاما مضادة للدروع وأخرى للأفراد. وظهرت خلال الفترة الأخيرة أنواع مختلفة من الألغام مجهولة الصنع وأخرى إيرانية الصنع أو محلية بخبرات إيرانية، حيث تلجأ الميليشيا إلى زراعة العبوات الناسفة بأجسام وأشكال مغرية أو مموهة، مما يضاعف من مخاطرها على المدنيين على وجه الخصوص. تتعاظم مهمة المركز الوطني لنزع الألغام في مواجهة الانتشار الهائل لهذا السلاح في مساحة جغرافية كبيرة مع استمرار الحرب حتى اليوم، الأمر الذي استدعى المزيد من الدعم الذي تم تأمين جانب منه من المشروع السعودي المعروف بمسام. لكن دعما كهذا لا يكفي أمام التحدي الكبير الذي تمثله تركة الحرب الأسوأ المتمثلة في الألغام والعبوات الناسفة والمقذوفات. إذن نبدأ النقاش، وينضم إلينا من تعز قائد شعبة الهندسة العسكرية العميد ركن طاهر حميد. سيادة العميد مساء الخير. مساء النور والعافية. أهلا بك سيادة العميد. إلى أين وصلتم في جهود نزع الألغام والعبوات الناسفة في المناطق الواقعة ضمن اختصاصكم؟
أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأحيي قناة بلقيس لاستضافتنا في هذه الليلة وعليكم السلام. لمناقشة هذا الموضوع الهام والذي يشكل خطر كبير على المواطنين القاطنين في مناطقهم، وكذلك المواطن الذي سيعود إلى مناطقهم بعد أن يتم إجلاء ميليشيا الحوثي من تلك المناطق التي يسيطرون عليها. طبعا الالغام التي موجوده في تعز على شكل الخصوص هي تعز ظهرت اول الالغام في تعز في 13/3/2017، وقامت شعبه الهندسه في تعز من ذلك التاريخ بانتزاع الاف الالغام في تعز، يعني بحدود 9000 لغم نزعت شعبه الهندسه في محافظه تعز من كل الجبهات المدينه على ضواحي المدينه، وكذلك المديريات المحرره في المناطق البعيدة المناطق الريفية. طبعا الألغام لا زالت موجودة كثيرة وتؤرقنا كثيرا لأنها تستهدف كل إنسان بطبيعته، طفل أو امرأة أو حتى الحيوانات تتعرض لهذه الألغام وتؤدي إلى قتلها. نعم، لكن سيد أو سيادة العميد، يعني إلى أي مدى في تعز تحديدا تعد الألغام عائقا امام عمليه التحرير؟ والله الالغام صارت الان هي العائق الوحيد امامنا في كل الجبهات، لان ميليشيا الحوثي زرعت بكثافه كبيره جدا مهندسين معنا الكثافه تكون يعني الالغام متنوعه، وكذلك تكون عنقوديه، منها الالغام الثقيله والالغام الخفيفه المضاده للافراد، ولكن ميليشيا الحوثي حولت كل ما هو موجود من العتاد التي الغير صالح حولته الى ماده متفجره لتستخدم الغام ضد الافراد، وحتى صواريخ الطائرات وصواريخ التوربيدات البحريه حولتها الى الغام وعبوات ناشفة، وكذلك اسطوانات الغاز وكل معدن يملأه بمادة التي ويحوله إلى عبوة ناشفة. يعني الألغام الموجودة الآن هي تعتبر في نظر القانون الدولي محرمة دوليا، سواء كانت صغيرة أو كبيرة، لأنها تستهدف الأفراد، لأن المنظمات الدولية والبروتوكولات الدولية هي حرمت الألغام التي تستهدف الأفراد. طبعا هذه الألغام كلها تستهدف الأفراد، ومنها العبوات التي تصل وزنها إلى 200 كيلومتر. نعم، إذا سأعود إليك سيادة العميد، دعنا نشرك في الحديث من عدن. سينضم إلينا رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان حسين المشجلي. سيد حسين مساء الخير. سيد حسين هل تسمعني؟ نعم، إذا يبدو أن الاتصال بسيد حسين. نعم، أهلا بك سيد حسين. نتحدث اليوم عن مشكلة الألغام وتأثيراتها على أرواح المدنيين في المناطق التي حررت منذ فترة طويلة وما زالوا يعانون من مشكلة الألغام حتى الآن. يعني كيف تقيمون أنتم في اللجنة الوطنية مشكلة الألغام وآثارها على المدنيين؟ بخير، الله يشكر لكم يعني الاهتمام دائما بملف حقوق الانسان وملف ايضا الانتهاكات التي تحدث في الحرب التي تستعد بلادنا ما يقارب السنه الرابعه الان تدخل ونحن في شعير هذا الحرب. نعم. هي الوطنيه تولي هذا النوع من الانتهاكات، يعني خاصه طبعا اليمن مصادقه على وموقع على اتفاقيه اوتاوا بشان تحريم زراعه ونقل واستخدام الغام الفرديه. هناك قانون صدر ايضا لمجلس النواب على تحريم زراعتها ونقلها، هناك لجنه دوليه اتت ايام نظام رياده المصالح وتاكدت او اعلن عن تدمير كافه مخزون الالغام ما عدا المخزون الموجود للتدريب. نعم، وبناء على هذا الاساس تعتبر اليمن انها كانت خاليه من الالغام. مع الحرب تفاجأ المجتمع الدولي، تفاجأ اليمن ان هناك مصانع حدثت وهناك زراعة الالغام بشكل عشوائي بشكل كبير، هناك استحداث ايضا حتى لنوعيات الالغام، يعني من خلال زيارتنا لبعض المناطق او الكثير من الجبهات وجدنا ان هناك تطور في مساله صناعه الالغام واستهداف المدنيين من خلال انشاء الغام على اشكال يعني كبيره للمشاهد. ايضا احب ان اوضح ان مساله الالغام يعني هي محرمه لسببين، السبب الاول انها لا تستثني احد، يعني لا يمكن تمييز الضحيه في عندما تزرع الالغام انه عسكري او مدني، بالتالي
يعني يمكن ان تستهدف الاطفال، تستهدف المدنيين. ايضا السبب الاخر وهو ان الالغام هي من ادوات الحرب او الاداه الوحيده من ادوات الحرب التي تبقى حتى في حال السلام وتشكل مشكله اكبر من وقت الحرب. يعني ربما وقت الحرب الناس في المناطق المشتعله يتجنبوها ويتجنبوا الدخول اليها لان الحرب مشتعله فيها، لكن عندما تنسحب الاطراف وتحل السلام تبقى الالغام موجوده، خصوصا عندما تزرع بغير خارطات بغير اتخاذ بدون خريطه ولا يتم سحبها بعد ذلك. تبقى هذه المشكله وقد سبق لليمن ان عانت من مسألة الالغام التي كانت موجوده بسبب الحروب المناطق الوسطى قبل الوحده. تفضل. نعم، ابقى معي سيد حسين. اعود للعميد طاهر حميد. سياده العميد، يعني الجهود التي تبذل في جانب نزع الالغام من الجهات المختصه سواء في الجانب اليمني أو جانب التحالف، هل هي كافية مقارنة بكثافة الألغام المزروعة والتي يصرح عنها بين لحظة وأخرى؟ أولا نحيي الأخ حسين المجدلي لاستضافته معكم في هذا اليوم. طبعا هو تكلم من الجانب القانوني وأنا أتكلم من الجانب العسكري. طبعا الدعم المادي الذي حصل عليه من التحالف 40 مليون دولار، طبعا هذه مبلغ لا بأس فيه، ولكن في نظر الشخص الذي لا يعرف، لأنه الألغام هي كثيفة جدا ومترهبة وكثيرة بالمناطق. لو قارنا مديرية من مديرية الساحل، يعني الوازعية تعتبر قارة أنا أشوفها بنظري، لأنها جبال من جبال العويد في جوار هجدة حتى كهبوب في باب المنداب، يعني مديرية كبيرة جدا، فلا تستطيع الفرق الهندسية أن تتخلص من الألغام الموجودة هناك إلا بإنذار من الألغام نفسها عندما تتفجر بفعل فاعل، يا أما حيوانات أو بني آدم دابة أو عدم دعاس العضو الناسفة أو اللغم، فيتم انفجاره. وكان أعرف بأن المنطقة هذه، لأن إحنا لا نستطيع أن نمسح المديرية بشكل عام لأنها منطقة صحراوية، كذلك الميليشيات هي كانت تعود في المديرية هذه فسادا في المزارع وكذلك في الطرقات والمستوصفات والمدارس وكل هذه المناطق ملوثة بالألغام، وكذلك التباب والأماكن المرتفعة مثل جرداد وبرداد، هذه المناطق العالية بحدود الوازعين اللي تحدد الشمالتين، هذه كلها الجبال ملقمة. وأنا عملت في هذه المنطقة على أساس أني أقوم بمسح الطريق فقط، لأن المنطقة تحتاج إلى فرق كثيرة جدا. طبعا المبلغ لا بأس، ولكن نحتاج إلى مبالغ كبيرة، وكذلك نستفيد من الخبرات وكذلك من التكنيك الحديث، لأنه في الآن تقنية حديثة. سيادة العميد، بالشكل العام سيادة العميد، هناك تصريحات سابقة، ربما هناك مناطق قد حررت منذ ما يقارب الأربع سنوات وما زالت تعاني من مشكلة الألغام بين فترة وأخرى. أيضا تصريحات لمركز يعني تابع للتحالف وهو مختص في عملية نزع الألغام، كان هناك تصريح منذ أسبوعين أن عدد الألغام تفوق 10 مليون لغم، بينما بالمقابل الجهد الذي بذله هذا المركز لا يتجاوز عن نزع 2000 لغم، بينما يعني العدد الذي يعلن عنه والجهد المقابل ضعيف جدا. وهنا أيضا في الجانب اليمني، هنا كما صرحتم أنه أكثر من يعني 2 مليون لغم الذين أو الذي يعني ما زالت مزروعة وموجودة تحت الأرض، بينما ما نزع هو حتى الآن 10,000 أو أكثر من 10,000 لغم. هنا العدد ضعيف جدا، يعني ما سبب يعني قلة أو الضعف في الإنجاز؟ نعم، مسكت انت على موضوع مهم جدا. طبعا هو افتكر العمليه الان، لانه لما تم الدعم لم يتم الدعم عن طريق شعاب الهندسه الموجوده في المحافظات والمحاور، لان شعاب الهندسه هي عملت من بدايه الحرب وحتى الان، وفي الاونه الاخيره ظهر لنا البرنامج هذا، البرنامج الوطني، وهو كان برنامج قديم. طبعا هذا احتكار للعمليه، واحنا بنفس الوقت احنا عملنا بدون اي مقابل مادي في الثلاث سنين هذه، وظلمنا فعلا وامام القياده تعرف نحن ظلمنا، وفرقنا الان لا نستطيع ان نحرك هذه التابعه للهندسه العسكريه، لان الفرق اللي موجوده في البرنامج الوطني حديثه الانشاء، وكذلك الخبرات اللي موجوده في كوادرها، خبره الوزاره البدائيه، يستلمون بالدولار، ولكن احنا لن نستلم اي حاجه، ولكن لن نتوانى جهدا. لكن سياده العميد، المشكله هنا في الدعم المادي ام في دعم فيما يخص التقنيات وغيرها؟ الدعم المادي قلنا لك انه تم احتكاره لحساب البرنامج الوطني حديث الانشاء، والخبرات والمهارات هي حديثه، هي اضافه الى وزاره جديده،
بينما الهندسه العسكريه تملك كوادر ماهره وكذلك لها سنين يعني كسبت الخبره في مجال نزع الالغام ونزعنا الالغام في اخطر الاماكن مثل التشريفات والجحمليه وقحاره قريش ومنطقه الدمغه والحسنات حتى وصلنا للكريبات. هذه مناطق يعني كانت خطيره جدا منظومه ومقبره ثعبات هذه كانت جدا وهنا في شمال المدينه وغرب المدينه. ولكن البرنامج واضح يعني الكوادر موجوده والاجهزه ايضا متوفره، فقط المشكله في الدعم المادي في توزيع الدعم. الدعم يعني تم سحب الدعم بشكل كامل للبرنامج الوطني. نعم. وهنا الهندسه العسكريه بشعبها وكوادرها وقادتها يعني حرموا من الدعم هذا. كذلك لم نستطع ان نوفر الاجهزه، كنا ممكن نوفر اجهزه من المبالغ هذه لانه معنا اجهزه محدوده في الشعب في مارب وفي صعدة وفي الحديدة وعندنا هنا في تعز وكذلك في الضالع في البيضاء أجهزة محدودة بحدود 5-10-7 أجهزة، هذه لا تكفي. كذلك الكوادر البشرية نحتاج في كل محافظة بما مقداره كتيبة هندسة عسكرية لأن المهندسين يتم استنزافهم خلال الأعمال نزع الغام وتتفجر الغام يروحوا من هؤلاء الأفراد يعني منهم بالبدونهم يعني قتلى. ولهذا نحتاج الى كثافه قوى بشريه وكذلك الدعم والمواصلات، وهذه لا يبخل على الهندسه العسكريه او لا. توحيد الهندسه العسكريه مع البرنامج الوطني لنكن يشملنا الدعم بشكل عام. لا. لكن البرنامج الوطني اخذ الدعم بشكل كامل والهندسه العسكريه لا يوجد معها اي دعم لحد الان، ولا زلنا نفتقر الى ابسط الامكانيات. نعم، اذا ساعود اليك سياده العميد. دعنا اذهب لضيفي الاخر السيد حسين المجدلي. سيد حسين، إذا ما تحدثنا عن دور اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في توثيق يعني مشكلة الألغام والآثار المترتبة على استخدام هذه الألغام كوسيلة للحرب، ما هي جهود هذه اللجنة؟ أعتقد أن زراعة الألغام والألغام الفردية في مقدمة اهتمامات اللجنة الوطنية في الشؤون الاقتصادية إلى تحريمها. نوع من استخدام الأسلحة هو إطار واضح وقانون مصدر بالأدلة، وهي تعتبر انتهاك لا مجال للنفس فيه. اللجنة الوطنية في تقاريرها الأربعة وتقريرها الخاص الذي يمكن أعرضه قناتكم الآن المسجد يستر خلال الأسبوعين القادمين بإذن الله وخلال 10 الأيام القادمة بعد رجال السعيد الأضحى مباشرة بإذن الله سيستر تقريبا الخامس. وفي تقارير السابقة أيضا تناولنا موضوع زراعة الألغام وقدمنا نماذج الانتهاكات التي حدثت فيها اللجنة وقدمنا أرقام في مسألة الضحايا الذين استهدفتهم هذه الألغام والتي تأثرت بها اليمن منذ فترة الحرب حتى الآن وأصبحت الضحايا فيها سواء من ناحية المعانين والمصابين وحالات مستديمة أو من ناحية القتلى. اللجنة أيضا توضيح ايضا تتناول موضوع زراعه الالغام من زاويتين، اولا زاويه زراعه الالغام الفرديه وهو الامر المحرم كما ذكرنا دوليا، وتناقشت في محور محاور تقريرها وتتناولت في كل تقرير. ايضا خلال الفتره الثلاثه التقارير الماضيه ايضا تناولنا موضوع زراعه الالغام الخاصه بالمركبات والتي تستهدف المدنيين والتي لا تقل اثرا ولا خطرا عن موضوع الالغام الفرديه، تضرر منها الالاف وال الكثير من الضحايا سواء في تعز في البيضاء في الضالع في صعدة في كافة المناطق التي خصوصا التي تشهد نزاع. المشكلة أيضا لدينا كما ذكر الأخ هو مسألة قلة الإمكانيات التي توعد الحجم الكبير الذي يعني تم زراعته من الألغام في كل جهة. المنهجية التي تم أيضا في زراعة الألغام كما لاحظت اللجنة من خلال العمل الذي تقوم به أن معظم الجبهات أو كافة الجبهات بدون استثناء التي تم الانسحاب منها تزرع بالألغام وتزرع أيضا الطرق المؤدية إلى هذه الجبهات دون أي اعتبار للمدنيين الذين سيصلون أو سيموتون فيها، لأن الأمر لا يستهدف فقط العسكريين، معظم الضحايا الذين تم رصدهم هم من غير العسكريين، مع أن حتى استهداف العسكريين بالألغام الفردية في الجبهة يعتبر جرا دوليا، لكن أيضا حتى من خلال التحقيقات والإجراءات التي تقوم بها اللجنة لا يتضرر من هذه الألغام ولا تنال إلا من المدنيين سواء أطفال أو نعم. يعني رعاه أو أشخاص يتناولون في الطرقات من. طيب سيد حسين، فيما يتعلق بمنظمات الأمم المتحدة وأيضا المنظمات الدولية بشكل عام، يعني كيف
تقيمون تعاملها أو تنظرون إلى تعاملها مع مشكلة الألغام في اليمن ومع الطرف المتسبب في زراعة هذه الألغام؟ والله للأسف يعني ربما هذا النوع من الانتهاكات مع خطورة على المجتمع هو في أدنى سلم الاهتمامات الدولية. يعني كمان لحظة نحن يعني هم عاملوا بانتقائهم على الانتهاكات ليس بالمعيار الأكثر ضررا بالنسبة للمجتمعات ولكن بالمعيار انتقائي يتعاملوا معه. وللأسف يعني من يراقب مسألة المنح المنح التي تدفع للأطراف التي بسبب يعني تحت بند مثلا زراعة نزع الألغام ربما سيرى أن هناك مبالغ دفعت أو يعني ربما يعني في سر أن هناك شيء موقف الآن ب 40 مليون كما ذكرت بعض المصادر أن هناك شيء موقف 40 مليون دولار كان يذهب إلى جهة المعنية أيضا بزراعة الألغام. 40 مليون دولار أتكلم عن 40 مليون دولار يعني من قبل احد المنظمات الامميه سيذهب الى الجهه التي متهمه بزراعه الالغام. نعم، اذا اشكرك جزيلا السيد حسين المشجلي رئيس اللجنه الوطنيه للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان، كنت معنا من عدن، شكرا جزيلا لك. اعود لضيفي العميد ركن طاهر حميد. سياده العميد، ربما يعني غياب او عدم توفر خرائط الالغام يعني يشكل عائق كبير في مساله انتزاع الالغام امام اللجان المسؤوله على عمليه النزع، يعني كيف يمكن التغلب على هذه المشكله؟ طبعا كما اشرت لك سابقا بان الالغام الموجوده لا يوجد لها خرائط ولا اي معلومات، وكذلك الميليشيا الحوثي عاشت في كل المناطق يعني في المنشات الحيويه في المنشات الصحيه في المدارس ولوثت هذه الاماكن كلها بالالغام، وكذلك الطرقات المزارع مصادر المياه يعني ما تركوا في مكان لو زرعوا فيها الغام ولا. لكن تعتقد عمليه الزراعه التي تتم وفق خرائط ام انهم ينتهجون العشوائيه حتى في زراعه الالغام؟ لا يوجد اي خرائط، هم يلقمون الطريق، يلقمون حول مصادر المياه، يلقمون حول المستوصف، حول المدرسه، لا يوجد خرائط معاهم حتى نهائيا، وكذلك افراد الذي يقوموا بالتلغيم هم يتعرضوا للاصابات او الموت ويفقدوا كل المعلومات، والان هي مشكله كبيره جدا في المناطق اللي تم تحريرها، لانه لن يظهر لنا اماكن وجود الالغام الا بانفجار، يعني الانفجار تكون كارثه حصلت في منطقه من المناطق بطفل او رجل او طالب او طالبه او راعيه او حتى حيوان، ولهذا نعرف ان هذه المنطقه فيها الغام ونروح ليش نبحث ونحدد المكان ومساحته. نعم، إذا أشكرك جزيلا العميد ركن طاهر حميد قائد شعبة الهندسة العسكرية، كنت معنا من تعز، شكرا جزيلا لك. أرحب بضيفي من القاهرة وكيل وزارة حقوق الإنسان السيد نبيل عبد الحفيظ. سيد نبيل مساء الخير. مساء النور عليك وعلى جميع السادة المشاهدين. أهلا بك سيد نبيل، يعني نتحدث اليوم عن مشكلة الألغام وأثارها المترتبة على حياة المدنيين، يعني إلى أي مدى تشغل قضية الألغام والجرائم الناتجة عنها حيزا من اهتمامات وزارة حقوق الإنسان؟ تعتبر قضية الألغام على قدر من الملفات الهامة بالنسبة للوزارة، وهي تمثل بابا من أبواب التقرير الدوري الذي يقدم إلى الأمم المتحدة، إلى الهيئات الدولية، سواء إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف أو إلى المفوضية السامية، إلى الهيئات الدولية كالصليب الأحمر وغيرها. نعم. من الهيئات الدولية التي نتعامل معها نقدم تقاريرنا، ويكون عادة فيها معلومات مفصلة في هذا الجانب، لأننا أمام جريمة كبيرة جدا ولها تشريعات دولية تنص بتحريم استخدام الألغام بشكل عام والألغام الفردية بشكل خاص التي تمنع الآن على مستوى العالم، ولذلك حتى من القضايا التي يستغرب لها كثير من ممثلي دول العالم في لقاءاتنا في جنيف عندما نقدم لهم الصور أن هؤلاء يعني يعملون عبر نستطيع في موضوع قضايا الألغام نتحدث عبر ثلاث قضايا أساسية. القضية الأولى أنهم يقومون بزراعة الألغام بشكل عشوائي بدون أي خرائط. الجانب الثاني يتفننون في وضع الألغام الفردية بأشكال
ربما لا تخطر حتى على بال الشيطان كما يقال، حيث وجدنا ألغام داخل لعب أطفال، وجدنا ألغام داخل على شكل صخور صغيرة، على يعني هناك تفنن في القتل. وواضح أنه أن مثل هذه الألغام بهذه الأشكال لا يمكن أن تستهدف مقاتلين، هي تستهدف مدنيين بشكل واضح جدا. أن تجد الألغام في البيوت التي تم تهجير المواطنين منها، أن تجد الألغام داخل الحقول الزراعية، بمعنى أين سيتحرك المقاتلون، داخل البيوت أو داخل الحقول الزراعية؟ بالتأكيد لا. إذن هناك عمل ممنهج للقضاء على الإنسان المدني بشكل أو بآخر. الجزئية الثالثة الخطيرة في الموضوع أنهم يستخدمون في عملية زراعة الألغام الأطفال الذين يقومون بتجنيدهم، مما يؤدي إلى أيضا يعني موت عدد من هؤلاء، لأنهم أيضا لا يدركون أساليب زراعة هذه الألغام، فتؤدي إلى أن تنفجر بهم أحيانا. نعم. هذه الأعمال نجد أن لكن سيد نبيل، إذا ما أتينا للحديث عن الجهود المفترضة من سواء من الحكومة اليمنية وأيضا من التحالف العربي، ربما تصريحات لمركز تابع للتحالف أن عدد الألغام التي ما زالت تحت الأرض أكثر من 10 مليون لغم، والجانب الحكومي يصرح عن أنه أكثر من مليون لغم، وبالمقابل تجد أنه عشرات الآلاف فقط هي الألغام المستخرجة حتى الآن. يعني كيف تنظر إلى الجهود؟ هل هي بالفعل الجهود يعني كافية التي تبذل حتى اليوم في مسألة مكافحة الألغام، أم أنه ما زال هناك خلل في هذا الجانب؟ نحن نعتمد في عملية التحديد لكمية الألغام بحسب ما نسب معينة يقوم العسكريين عادة باستخلاصها. ما يصلنا أو ما نستطيع، يعني هناك إحصائيات تتحدث أو عن نسب مفترضة تتحدث عن ملايين، لكننا نحاول أن نقدم الرقم الذي نستطيع أن نتحدث عنه، وهو عندما نتحدث عن مليون لغم فهو تقريبا ما يمكن أن نقول أنه أقرب إلى الواقع أو إلى العقل حاليا، لأن هؤلاء حتى الآن العملية كما قلت لم تستخرج إلا عشرات الآلاف، وبالتالي ما يزال هناك عدد كبير. التقديرات الخبراء تقول أن اليمن تحتاج على الأقل إلى ما بين 5 إلى 7 سنوات قادمة لاستخراج هذه الألغام نتيجة عدم وجود الخرائط. كان للوزارة جهد كبير من خلال ما قدمت من تقارير إلى مركز الملك سلمان وغيرها من الهيئات الإقليمية الداعمة، وكان لجهد الوزارة دور في القرار الصادر عبر التحالف العربي وعبر مركز الملك سلمان. نعم. للمشروع المخصص ب 40 مليون دولار لعملية يعني إبعاد هذه الألغام. نحن نقول أن هذا المبلغ هو إن شاء الله سنعمل مع جهات أخرى من أجل الحصول على مبالغ أخرى لموضوع إخراج الألغام، لأننا فعلا أمام تدمير مستقبلي. نعم. كبير، وبالتالي لابد من العمل على هذا الجانب لأنه سيمثل خطورة. نعم. مستقبلية كبيرة. أشكرك سيد نبيل عبد الحفيظ وكيل وزارة حقوق الإنسان، كنت معنا من القاهرة. وفي الختام مشاهدينا أشكر أيضا ضيوفي، كان معنا قائد شعبة الهندسة العسكرية العميد ركن طاهر حميد، كان معنا من تعز، والشكر أيضا لرئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في إدعاءات انتهاكات حقوق الإنسان حسين المجدلي، كان معنا من عدن. وفي الختام تقبلوا تحياتي وتحيات معد هذه الحلقة الزميلة شروق القاسمي، وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل، حتى نلتقي في حلقة قادمة، نترككم في رعاية الله.